بدنا نصف كيلو لحم غنم بدون عظم، كوب بصل مفروم، ربع كوب لية غنم، ملح وفلفل. وينك يا ربع عني؟ يا حبيبي جبتني. كل حال يا سلام. لية أول شيء بنيجي بنضيف عليها ملح. والله زاكية. ليش بنضيف الملح على اللية؟ ليش؟ هون السؤال. أنا بدي أسأل عشان تذوب معي على النار. الملح. هي أضفنا اللية مع الملح، اللي طبعا ما هو عندي مفرومة ناعمة. يا سلام. القلاية عندي طبعا مثل النار. هذا شوفوا الآن بدها تتحول اللية هسه عندي إيش؟ لسائل. لسائل. دهن. دهون. طلع اللية تحمصت وتقمرت. شف بنزل الآن بلحمة الخروف. يا سلام. وهي هي الصاجية الأصلية. يا سلام. مش فليفلة، فليفلة حمراء وخضراء وصفراء. هي هاي هي الصاجية. هذه هي الصاجية. صح. مع احترامي طبعا للي بيسووها، شفتها كثير أنا. صراحة يعني ما بنحط عليها، هاي لية أبهاتنا وأجدادنا. هاي فلفل أسود. عن جد بتعرف طعم الأكل بقول لك عمر. عمر بقول لك من الصوت تعرف طعم الأكل. طبعًا، أما فليفلة يعني لا ما تنفع مع دجاج وتنفع مع أما لحم. هذا الصح. يا سلام. رايح عمل لي جوايك محل صغير هون وأضيف شوية هالبصلات. يا سلام. لا. هاي صاجيتنا صارت جاهزه. يلا يا عمر انزل معي. يا عمر سيزلينج شيف. انزل معي يا عمر. بسم الله ما شاء الله. يلا ها بسم الله. يا سلام. هاي اليوم احلى صاجيه او لحم مقلقل باليمني. تحيه لاهل اليمن حبايبنا كلهم.